سليم. نحب بعد اللقاء الهام ومجلس الوزراء الهام أخذ منذ حين لتدارس الوضع في ولاية قفصة. أولا أقدم الشكر الجزيل لكل إطارات ولاية قفصة على ما أدوا من عزيمة ومن اهتمام بالوضع التنموي في ولاية قفصة، وكذلك فرصة باش ترحم على كافة شهداء ولاية قفصة، قفصة منها ساهمت الكثير في انطلاق ثورة والأحداث اللي وقعت في الضيف في 2008 كانت هي انطلاق الثورة. وكذلك نحب أقدم الشكر إلى سيد ولي قفصة ألا منذ التحاقه بخطه كوالي قفصة كب على الموضوع، وتمت عدة لقاءات مع الإطارات ومع السيد خاصة مع السيد النواب نواب الشعب، تحدث عن الشغل، تحدث عن التجارة، اتحاد الفلاحين، اتحاد المرأة، وكل كذلك منظمة الدفاع الإنسان وكل الإطارات على مستوى الجهة. اجتماعنا اليوم ركز بالأساس على دراسة الوضع في ولاية قفصة. نحب في البداية نأكد أن التنمية في ولاية قفصة هي تنمية تهم كامل الولاية. حوض منجي بالطبع يعتبر أنها قطر هام بالنسبة للتنمية في ولاية قفصة، لكن إلى جانب القطاع المنجمي هناك قطاعات هامة أخرى عندها دور في تنمية الجهة، وأخص بالذكر القطاع الفلاحي اللي عنده دور كبير في التنمية بالنسبة للجهة. وإحنا بعد عدة اجتماعات وقعت في على مستوى الحكومة وبعض الزيارة الهامة اللي قاموا بها ثلة من الوزراء إلى ولاية قفصة، تم الاتفاق على عدة إجراءات هامة بالنسبة لولاية قفصة. ماشي ندخل في التفاصيل طوى الوثيقة تم توزيعها على الصحافة، فأنا كل التفاصيل الخاصة بالإجراءات تم اتخاذها، لكن بعض المؤشرات فقط على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر. منها الموضوع اللي يدخل بال الجهة منذ أكثر من 50 سنة واللي هو الوضع العقاري للحوض المنجمي، وضع عقاري الحوض المنجمي هي كلها أراضي دولية. وقع الاتفاق على حل الإشكالية اللي كانت مطروحة، وانطلقنا تقريب منذ بعض الأيام في إنجاز المسح الطبوغرافي، وإن شاء الله في مدة لا تتعدى 6 أشهر سيتم استكمال المسح الطبوغرافي وإحالة الأراضي الدولية إلى البلديات أو مجلس الولايات لتخصيصها وتحويلها إلى المواطنين. كذلك من الإجراءات الهامة الأوقاع واتخاذها تهم أحداث بعض المدينتين. الأولى
تهم منطقة سيدي بكر وتعرف منطقة حدودية هامة يلزم الاهتمام بها بصفة خاصة. وأحداث المواطن دي في سيدي بكر عنده منها انعكاس إيجابي على التنمية بصفة عامة في منطقة سيدي بكر وعلى منطقة حدود إلا كذلك تقرر فيها الجلسة هذه أحداث من المعبر حدودي في عقدة في عقدة حميد. إلى جانب المعتمديات والمعبر الحدودي في عقدة حميد كذلك سيتم أحداث بلديتين في ولاية كبسة، الأولى هي بلدية كبسة تقسمها اثنين تولي بلدية مستقلة هي بلدية لينا، والثانية هي معتمدية في منطقة بالخير. كما نعرف منطقة بالخير هي منطقة من الفقيرة مؤشرات بلدية بلدية بالخير معتمدية حتى طبعا معناها برشا بلدية بالخير اللي كما تعرف منطقة منها محرومة ومنطقة منها مهمشة ومنطقة نسبة البطالة فيها من أكبر النسب في الجمهورية التونسية. هذا بالنسبة لي كذلك بناها موضوع مهم ولا أنا من الموضوع كذلك إلى جانب المعتمدية بالخير كذلك وقع معنا أحداث معتمدية ظنوش. إلى جانب الإجراءات هذه على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهة وعلى المستوى البلدي كذلك معناها تم اتفاق على أحداث معناها صندوق جهوي للتنمية الشاملة في ولاية قفص، وهذا بالطبع معناها هام وهذا طلب من الجهة منذ سنوات. و الصندوق هذا مش يكون مخصص للتنمية في جهة قفصة كاملة. إلى جانب هالإجراءات هذه اللي تهم القطاع العمومي والقطاع المحلي والجهوي، هناك عدة إجراءات أخرى هامة تهم بالأخص استكمال كل الأشغال اللي تهم الطرقات على مستوى جهة قفصة على هذه المشاريع طلقت وما تمتش إن شاء الله منها في آخر الأجيال يتم الإسراع في إنجاز هالأشغال هذه في آخر وقت ممكن. كذلك على عدة مشاريع تم تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، عدة مشاريع على سبيل الذكر على سبيل الحصر عندنا بالنسبة لبلدية متلوي حي الشباب، أنا بالنسبة لبلدية قفصة حيين هو حي السرور وحي المولى، كذلك عندنا بالنسبة للضيف عندنا حي التكنة، وبالنسبة لنور العريس عندنا حي الكسيد. كذلك إلى جانب قطاع التجهيز أو قطاع هام هناك كذلك إنجازات مبرمجة حينية بالنسبة للقطاع الفلاحي وتم أنا أحداث عدة أبار تقريبا 8 أبار تم أحداثها منها في ولاية قفصة لتنمية القطاع الفلاحي. إلى جانب القطاع الفلاحي كذلك على مستوى القطاع الصناعي هناك عدة منها إجراءات. عندنا موضوع ربط ولاية قفصة بالغاز، هذا موضوع من برنامج انطلق لكن في تعطيل واتفقنا في الجلسة السيد والي يعطيني الموضوع هذا ويجد حل منها في أقرب الأجال لأنها مشروع هام تعطيل كلفته 79 مليون دينار ومعطل في ناحيتين، معطل في على مستوى مجلس العباس وكذلك معطل على مستوى المدينة، وإن شاء الله يتم أنا حل الموضوع في آخر وقت لأن عدة مشاريع تصب في قفصة وعدة مشاريع منها منتصبة معطلة لعدم وجود الغاز الطبيعي. على مستوى القطاع الصحي كذلك منها
بشرى من الزفاه الى ولايه تفسا، ولا تهم بالخصوص احداث مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات في ولايه كبسه، وهذا من طبعا كلفه تقريبا تتحدى 160 مليون دينار، ومستنطلق من المناقصات من في الثلاثيه الثانيه لشهر ثلاثيه الثانيه سنه 2015. كذلك عندنا عده مشاريع اخرى تكميليه في قطاع الصحه، اخص بذكر منها مشروع تعديل المستشفى المحلي بالكتار، كذلك تعزيز وتدعيم القطاع الصحي بالجهه بالمشاريع والتجهيزات التاليه، على تعهد وصيانه مركز الصحه الاساسيه بالعيشه في المركز في الخير، على تهيئه اقسام العمليات واقسام العمليات والامراض النساء والتوليد والطب الاطفال بالمستشفى الجهوي المتلوي، احداث مركز صحي وسيط بالكسر، كذلك احداث وحده انعاش واسعاف طبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي. كذلك عدة تجهيزات بشاقة منها تدعيم بها الجهة، وتقريب منها في حدود 59 مليون دينار لتدعيم المستشفيين الجامعيين من قفصة والمتلوي بآتي ترقيم الصورة الطبية، كذلك تدعيم المستشفيات المحلية ببرخير والكتار ومذيل وسند ورضيف سيدي أبو بكر بآلات ترقيم الصور، وكذلك تجهيز المستشفى المحلي ببرخير بآلات الكشف والتحليل وتجهيز مخبر التحاليل الطبيه. كذلك في قطاع الصحه تم الاتفاق على تطوير المستشفى المحلي بالمدينه الى مستشفى جهوي صنف باء. كذلك تطوير مركز الصحه الاساسيه في سيدي عيش الى مستشفى محلي. كذلك مش يتم تدعيم اسطول السيارات بالمستشفى بتقريب جل المستشفيات، تقريبا عندنا سيارات اسعاف اثنين في المتلوي. كذلك وهذا هام وهذه من المواضيع ان اكدوا عليها، هي في خصوص فتح خطط لانتداب مساعدين مستشفيين جامعيين في اختصاصات طب القلب الاستعجالي، جراحه الاطفال، جراحه القلب، وطب النساء والتوليد. نعرف ولا الجهه تشكو نقص كبير في الاختصاص، وسوف يتم خلال سنه 2015 بتدعيم هذه الخمسه اطباء، وهذا يكون في اطار الاستعداد لانجاز المستشفى الجامعي. كذلك مش يتم احداث هيكل جديده، هي احداث دائره صحيه ببرخير، هذا الى جانب اختناء 8 سيارات اسعاف وتسجيل طبيه وآلة مفارس للمستشفى الجهوي بالمتلوي بكلفة 3.2 مليون دينار بمساهمة شركة فوسفات قفصة. وكذلك في نظر التشكوات الكبيرة في خصوص التأثيرات البيئية والصحية الناجمة عن نشاط قطاع الفوسفات، مش يتم في 2015 إجراء دراسة مفصلة حول المنجمي والحوض المنجمي.